صارت مشاحنة، فش سوى؟ شكاه إلى هشام، وهشام بكبره مو غر صدره على الإمام، يريد يتحين إلى الفرصة، ها خصوصا بعد الذي جرى في الشام. إش سوى؟ تآمر مع ذلك الرجل، مع زيد، حتى يدس إلى إمامكم السم في سارج. الله أكبر. دفع هشام إلى زيد سرجا قد فركه بالسم، ركبه على الجواد وراح زيد إلى أبي جعفر، ذهب إلى إمامنا الباقر ليركبه على ذلك السارج. توجه إمامنا إلى ذلك السارج، هم أن يركب، التفت إلى زيد قال له: ويحك يا زيد، إنك تهم على أن تفعل شيئا عظيما. تقول الرواية: فصعد إمامنا على ذلك السرج المسموم، فسرى ذلك السوم إلى بدنه الشريف. ألم ناد وإماما، ما إن نزل بأبي وأمي حتى تورم جسمه من ذلك السوم. ألم ناد وإماما، ومصيبتا رمى بنفسه على فراش العلة والمرض، بس ما ركب ذاك السرج والقلب مالوم، ما نزل إلا والجسد نفذت بالسموم. ظليت قلب على فراشه ودنال محتوم، والتفت لابن الصادق بعبرة جرية إنادي: ولدي صادق، إلي إلي، اقل لي يا حامي الدين وللإسلام حامي، ودعتك الله يا ابني تقضت ايامي. تولى اموري والكفن يا ابني حرامي، وانت الخليفة وانتهت لك الوصية. عجركم الله، بقي إمامنا 3 أيام يتقلب على ذلك الفراش. الله أكبر، شنو عظم هذا السوم حتى أنه لا يستغرق إلا 3 أيام. ألم ناد وإماما، وسيدا ومسموما. دخل إليه الإمام، التفت إليه، نادى: أبا أبا، من الذي فعل بك ذلك؟ راه منخطف اللون، منهد الركن، يقبض يمينا ويبسط شمالا، اختنق بعبرته، نادى: وابته وإماماه وسيداه. يقول مولانا الصادق: دخلت على أبي وجدته مشتغلا بالمناجاة، ثم أومى إلي، نادى: بني، إلي إلي. جلست عنده، قال: بني جعفر، بني أبا عبد الله، إن هذه الليلة التي سأقضي فيها. فاختنق الإمام بعبرته ونادى: وأبته وسيدا، كأني به قد وضع حجر والده، قد وضع رأس والده في حجره، أخذ يمرضه حتى رشح جبين إمامكم.
أوصى بوصاياه. التفت ولدي يا أبا عبد الله لك يا ضياء عين الإمامة وانت إلها، لك يا ضياء عين الإمامة وانت إلها مرجع الشيعة في فجاج الأرض كلها. تهدي البرية ويجتمع باسمك شملها، اسلام امامية وشيعة وجعفرية. اجركم الله شيعة موالين، مدد امامكم رجليه اسبل يديه عرق جبينه سكن أمينه. الله أكبر الله أكبر. آه أغمض عينيه وفاضت روحه المقدسة. ألا من مناد وإماما، ألا من مناد ومصيبتا، كأني بأرض المدينة ارتجت رجة واحدة ومن فيها ينادون وإمامه ومصيبتا. وأده وأده الشهادة وعرق يا وسف جبينه وعند الوداع اشبحت للأولاد عينه. وبطل ونيمه ونيمه واسبل شماله ويمينه وغربت روحه الجنة الخلد العلية. وصارت الضجة بالمدينة من الصوبين من اليتامى والأرامل والمساكين. اتجدد على بيت النبوة فقد ابو حسين وفرت بدهشة من الخدر كلها شمي. اجركم الله قام امامنا الصادق في تغسيله ومواراته كأني به قد مدده على المغتسل. أخذ يقلب أباه نظر إلى أبيه وهو جث على المغتسل بغير حراك. اختنق بعبرته ونادى يا أبتاه. رحم الله من نادى وإمامه. ما إن انفتل من جهازه حتى نادى بأهل بيته أن هلموا لوداع إمامكم. دخلت عليه بناته وحريمه وقعن عليه كل ينادي وأبته ومظلومه. وسيدا يا ساعة التوديع كم من شقت جيوب وشعور منشورة وكم هاجت من قلوب. وحمل إمامكم على سريره وين يريدون يقصدون توجهوا به إلى قبر رسول الله. أويلي وشالوا ضريحة للمصطفى وصاحوا يا مهيوب ابن القضاء مسموم من استخبر الحال. ضيفك يا ابو ابراهيم واصل لك تلقاه وسئله ترى سم الاعادي قطع معاه قوض من الدنيا
وبحر علمك فقدنا من بعد ما قاس من العدوان لهوال. شيع إمامكم ثم بعد ذلك حمل إلى أرض البقيع إلى جنب عمه الحسن وإلى جنب أبيه زين العابدين. وعد وروا إمامكم الثرى لكن كأني بصوت من أرض البقيع ينادي وولده وباقرة وشالوا ابن عشال الباقي عشبول واسبع شالوا ابن عشال الباقي عشبول واسبع مروا بتابوت على مكسورة الأضلع وسمعوا ونين أم البتو لباطن القاع تنادي يا خلق الله استعر قلبي بلهيبة. شتنادي فاطمة أخذت تنادي وولده وإماما وسيدا أخذت تنادي كشف اللحد عني أبطل على ابني اليوم كشف اللحد عني أبطل على ابني اليوم قطعوا كبدي مثل كبد بحر الاسم وانا يشيع في عزا جده المظلوم ابكي على اللي بكربلة جثة عفيرة صح ونادي وحسينه وسيداه ادري بك مشتاق الى المآتم ومشتاق للنحبة على الحسين خاطرك في الماتم تقعد وتنادي وحسينه وسيداه. وكأنما الإمام الباقر ها راح إلى أمه وكأنما الزهرة تقل بني 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 لقد كان عمرك 4 سنوات لما أن رأيت أباك لما أن رأيت أباك مغللا وقد لفت على عنقه الجامعة ورأيت عماتك يطاف بهم من بلد إلى بلد ولدي رأيت جدك الحسين رأيت جدك الحسين وقد داس ذلك اللعين على صدره. ألم ناد وحسينا أوصف لي حدثني قالها يا زهرة لا تنشدين في كربلاء والشافة العه يلا وياي قالها يا زهرة لا تنشدين في كربلاء والشافة العه عن ويش يا زهرة تسألين اسمع سبي النساء لو ذبحت حسه نادت دمع العين كالعين على حسين وحزني أم فاطمة أنا عاينت نهوال كثيرة أجساد يا يما عفيرة عاينتنا بحر الظهيرة لحسين وضلع كسيرة. ألم ناد وحسينا ولدي بعد شنو شفت في كربلاء نادى أمه تتحمل يا شيعي اقلها أمه صدرا صدرا يا يمه بن عال ينداس شالوا على عال القنا الراس. ألم مناد وحسينه صدره
بن عال ينداس شالوا على عالي القنا الراس شفته. اسمع هذا البيت. شفته وشفت هم راس عباس يتلاقفون وتضحك الناس. أما فاطمة بعد فقرة إلى زينب. ها أما فاطمة جئت إليك شاكيا رضى جسدي جدي أبي عبد الله. كسرى كسرى ضلوع حسين بالخيل وسمعت زينب تصرخ بويل والدمع يجري منها كالسيل واستوحشت لها ودل. شتنادي زينب في ليلة الحادي عشر اتنادي أبا علي قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا بويا يا بويا يا بويا بويا اشذنب عبد الله سهم المثلث بن احراه بويا اشذنب عبد الله سهم المثلث بن احراه ويلي ويلي وليش عيون ابو فاضل سهم يخسف بالمرة وعلى راس العمد يهوي ويتلقى الثرى بصدره وعينه تروح ومثلث بقلبه ما احد شاله. صاحت اني اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا اهل عندي ولا بلد يمي اش دعوة مطول يا علي عني الغيبة ما تنجفي زينب وهي عدها رجاج.